يعني يمكن الموضوع ده اللي احنا راجعين له من المشاهد اللي تستدعي احساس بالراحه، وهو رحيل كابتن عصام عبد الفتاح. يعني اكيد الارث اللي خلفه او اللي سابه في اتحاد الكره هياخد وقت طويل جدا عشان يتصلح، لان انا شايف ان ما كانتش بس اخطاء تحكيميه، ده كان تدمير لعصب التحكيم المصري ورجوع بيه خطوات للخلف. فيعني نتنهد كده قليلا وناخد نفسنا ونشوف حاجات كتير، لان انا بشوف ان القصه بس مش تحكيم. يمكن المسؤول جزء من نجاحه هو فن اداره الازمه، ودي كان اكتر حاجه الكابتن عصام عبد الفتاح ما بيعرفش يعملها بشكل واضح وصريح. الراجل خرج وقال بشكل مباشر ان هو كان عنده اصرار ان هو يحط محمود عاشور في مباراه بيراميدز، يمكن اللي جاء تابعها بعد كده وجاء على خلفيتها وجود كلاتنبرج من اليوم اللي بعده، واللي جاء على خلفيتها البيان اللي اعلنه اتحاد الكره فيما يخص الشكاوي، وده يوضح قد ايه الموضوع كان فيه مشكله وازمه. ولكن كابتن عصام عبد الفتاح عنده تصريحات نشوف ازاي فيها كان بيسبب اكتر مشكلة كبيرة جدا للتحكيم المصري. نطلع ونشوف. فمحمود عاشور كان قراره صحيح 100% والهدف تسلل، ولذلك محمود عاشور على مسؤوليته الشخصية فقط حكم اليوم. حكم مباراة اليوم. تاني يا كابتن عصام، أنت بتقولي على مسؤوليتك الشخصية فقط الكابتن محمود عاشور كان في مباراة طبعا، لأن أنا عينته وأنا رئيس لجنة الحكام، لأن أنا الرئيس المسؤول إنه يجيب له حقه. طب هل كان في رفض من اتحاد الكورة على تعيين الكابتن محمود عاشور النهاردة؟ ممكن يكون كان في تحفظ من اتحاد الكوره. انا بكلمك بكل مصداقيه بقى، انا خارج بالظبط. ما انا اكلمك، انت دايما تتحدث عن احيانا عن روح القانون وازاي نتعامل مع القانون وازاي الحكم يبقى ذكي. هل مش كان من الافضل انه الكابتن محمود عاشور حتى لو هو مش مخطئ ومع الاجواء المشحونه دي عشان خاطره هو شخصيا يبعد عن الاسبوع ده وما يبقاش فيه ايقاف ولا حاجه؟ بس في حكام كتير وانت بتحرك حكام كتير على مدار الاسابيع، ليه محمود عاشور او كابتن محمود عاشور يبقى موجود النهارده حتى لو هو ما اخطاش زي ما حضرتك بتقول، ويبقى الموضوع شويه فيه يعني ايه اثاره للجدل في الفتره اللي مش محتاجه اثاره للجدل؟ انهي جدل؟ ما انت حضرتك متابع. واحد من واحد مظلوم. الله، هو احنا نقتل واحد ونشوه صورته ونتكلم عن نزاهه وشفافيه وفي النهايه نقول اوقفوا؟ المنطق بتاعك ده يا كابتن عصام، ليه كابتن محمود عاشور النهارده ما كانش حكم ساحه مش حكم فار للمره الثانيه على التوالي؟ عادي، لان عاشور حكم دولي فار وحكم كبير في الساحه. عادي، يعني اصلا انت كنت لسه مديله فار. انا ليه رجعته في الفار؟ عشان اقول للناس انه كان صح في الفار. هي دي طريقه التفكير اللي كان بيدار بيها التحكيم المصري. انا رجعته فار عشان هو غلط في الفار، هو شايفه ما غلطش، بس في حياة الأمر كده هنقتله؟ وكلام بيتقال عن النزاهة والشفافية، لا، أنا اللي خليته يلعب وعلى مسؤوليتي. هكذا كان التحدي للنادي الأهلي على مدار الموسم، لهجة ولغة ما فيهاش أي حاجة لها علاقة بمصلحة الكرة المصرية، ولا التحكيم، ولا أن حكم بيتحرق، ولا روح بروتوكول، ولا أي حاجة. الفكرة أنا هعمل اللي في دماغي، وأنا هتحدى النادي الأهلي، وأنا هنتصر لأي حد على حساب النادي الأهلي. وكأن كابتن عصام عبد الفتاح جاء لمهمة واضحة وهي النادي الأهلي. لهجة غريبة جدا، ده أنت جزء من يعني من صلاحياتك كإداري وجزء من فطنتك كإداري إن أنت تحمي الحكم بتاعك. يا أخي حتى لو أنت مقتنع إن هو ما غلطش وعندك قناعاتك، أنا هفترض إن هي صادقة، جزء من مسؤولياتك إن أنت تحميه. مش في الظرف ده، افرض انت شايفه ما غلطش في اللعبه دي وحطيته فار واخطا في المباراه اللي هي بتاعت بيراميدز، وارد حتى لو انت شايفه ما اخطاش في مباراه النادي الاهلي، كان هيحصل ايه للامر؟ كنت انت بتنهي على مسيرته التحكيميه، ولكن انت ما بتفكرش كده، ولا هدفك ان انت تحمي محمود عاشور، ولا هدفك ان انت توصل رساله خالص، انت هدفك ان انا اللي بقوله هو الصح. النادي الاهلي ما يطلعش فيه ناس في قناه النادي الاهلي ولا في مسؤوليه، ده بيسال هي فين حاله الجدل؟ كريم رمزي بيقول له وسط حاله الجدل، بيقول له هي فين حاله الجدل؟ هو مش شايف حاله جدل، هو شايف صوته هو وبس، هو هدفه ان هو يوصل اللي هو بيقوله وبس، هو ده اللي كان شايفه عصام عبد الفتاح. كل ما حد من النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او اي حد تابع للنادي الاهلي هيطلع يقول رايه، انا هتحدى الجميع وهعمل اللي انا عايزه اكتر. وانا بقول لاتحاد الكرة، انتوا اللي وصلتوا عصام عبد الفتاح يتكلم كده،
ويقول ان رغم تحفظاتكم عمل اللي هو عايزه، انتوا اللي وصلتوه بقراراته ان هو يحس انه فوق الاتحاد، لان الراجل لما جاء وعدل على قرارك انت كاداري واخد قرار بان يكون في خبير تحكيم اجنبي، الراجل طلع بعد ما قال ان ما ينفعش اشتغل تحت كلاتنبرج وهو مين كلاتنبرج اللي جايبينه ده، طلعت تقول بيان صعب جدا بتذكر فيه ان هو هيتعاون مع كلاتنبرج ويحطه خارطه التطوير، ده خطا عندك انت، انتوا اللي وصلتوه انه يتكلم بالاسلوب اللي مستحيل استوعبه. ما هو يمكن ما كانوش قادرين عليه. يعني انا خليني اختلف معاك في نقطه ان الكابتن عصام عبد الفتاح لا يجيد فن اداره الازمه، هو الكابتن عصام عبد الفتاح بيجيد فن اخر وهو فن صناعه الازمه، فهو مش عايز يدير، هو عايز يصنع الازمه للنادي الاهلي. الكابتن عصام عبد الفتاح تصريحاته جماعها بتفتقد للمصداقيه، ده حقيقي، وبيقع في تناقضات كتير، ده حقيقي. ليه بقى بيقع في تناقضات كتير؟ لان عنده موقف صعب جدا تجاه النادي الاهلي، انا مش قادر افهم اسبابه. يعني هل الكابتن عصام عبد الفتاح مثلا كان وهو صغير رايح تدريبات او اختبارات للنادي الاهلي واترفض مثلا بشكل او باخر فتكون ازمه زي بعض الاعلاميين مثلا؟ ايه ازمه الكابتن عصام عبد الفتاح مع النادي الاهلي للخصومه الشديده دي؟ انا مش عارفها، وده مش الموسم ده بس، ده كل موسم. يعني كان الموسم 14 15 اعتقد الموسم ده اللي فاز فيه برضه نادي الزمالك بالدوري اعتقد ان لم تخن الذاكره، كان برضه ازمات كتير جدا. الكابتن عصام عبد الفتاح كان عنده فن صناعه الازمه، كان يقف عند كلمه تقال فقط لا غير من كابتن سيد عبد الحفيظ ويطلع في القنوات، يعني ما شاء الله الصوت العالي وانا وانا وهعمل وتحقيقات وتقديم حاجات، ويطلع اصوات اخرى يعني مباشره تلاقي عينيه بدات ترعش وبدا يخاف وبدا يقلق. القصه ايه؟ ما كنتش تفهم. فلما جينا كمان في الموسم ده النهارده السنه دي تقريبا برضو نادي الزمالك يقترب من تحقيق بطوله الدوري، وكان بطوله الدوري في بعض الاوقات مرتبطه بوجود رئيس لجنه حكام على طريقه الكابتن عصام عبد الفتاح اللي هنكشف تناقضه، الا وهو ايه؟ هو طلع وقال ان بيحمي محمود عاشور، ووجهه نظره في اللقطه دي انها هدف صحيح مليون في الميه. ده وجهه نظر الكابتن عصام فتاح. طب تعالوا نشوف الكابتن عصام عبد الفتاح وجهه نظر اخرى في اشياء ما اختلفش عليها حكم، ما اختلفش عليها خبير تحكيمي. قال ايه؟ وكانت لصالح الحكم ولا كانت ضد مصالح الحكم؟ نشوف الفيديو ده عشان نعرف قد ايه الكابتن عصام فتاح النادي الاهلي بيفقده صوابه. يعني انت ضربه الجزاء بتاعت النهارده بتاعت الزمالك امبارح ايه؟ 50 50؟ يعني ايه 50 50؟ يفهموني الناس اللي شويه عندهم اللي هم خبراء فعلا في التحكيم. ان عندنا في التحكيم حاجه اسمها مناطق معينه، في بنقول المنطقه البيضاء البلاك وبنقول الوايت، في الابيض وفي الاسود، ما بينهم الابيض والاسود دول واضحين طبعا. يعني قرارات بتبقى واضحه في التحكيم، في ما بينهم الجري زون المنطقه الرماديه اللي هي في التحكيم لما يكون في قرار صعب، قرار مش قادرين نحكم عليه بشكل صحيح، الصوره مش واضحه، بنروح مع القرار اللي اتخذه الحكم حتى لو هذا القرار. طب هو امبارح مش كان في فار يا كابتن؟ في فار بس. طب الفار ما يشوفهاش؟ ما كانش في لقطه يقدر الفار يتدخل فيها. بص يا كابتن خالد، هو الحقيقه يمكن امام عمل تاكلينج قوي جدا عشان يلحق الكوره. وايضا لاعب المقاولين برضو حاول يلحق الكره والكره كانت على الارض. هو الحقيقه يعني انا ما بعرفش اجمل ولا اكذب في التحكيم. ولما بنقول لينا وعلينا، انا اروح مع، شوف الاغلبيه جميع المحللين قالوا انذار، حتى محللين لجنه الحكام، لكن انا اروح مع الطرد لتعريض سلامه المنافس للخطر، اندينجر ذا سيفت ان اوبوننت، ده موجوده في القانون، انا اروح مع دي، لكن في النهايه انا وانت هنروح مع راي الاغلبيه، هنعمل ايه؟ صحيح يا كابتن. الكابتن عصام باع محمود عاشور، لان الحكم اللي كان مدينا ظهره في مباراه الزمالك والمقاولين ده كان محمود عاشور. الكابتن عصام عبد الفتاح اللي ما بياخدش براء خبراء التحكيم لما يطلعوا يخطئوا حكامه في الاخطاء اللي كانت ضد النادي الاهلي، بيقول ما فيش حد خبير تحكيمي ومحدش يعرف في التحكيم قدي، وانا الرئيس وانا عصام عبد الفتاح وانا راجل وطني، وانا كميه انا بتتقال في المكالمه غير طبيعيه. لكن لما يجي الخطا التحكيمي او يجي الطرف يكون في المعادله نادي الزمالك، الكابتن عصام التون بتاع الصوت بيتغير مبدئيا، بيبدا انا بس انا بحمي حكامي، لا حكامي مين ده، انا بيع محمود عاشور في ثانيه اللي انا بحميه ده، واقول ان القرار اللي كان قدام عينيه ده خطأ.
ده انا هبيع خبراء التحكيم اللي قالوا انذار وهقول ان دي طرد. ولكن انا لا اكذب ولا اجمل في التحكيم. هذه المقوله اكتر مقوله كذب فيها الكابتن عصام عبد الفتاح، لان كان ده نوع من انواع التجميل لما قال ان انا هروح مع اراء خبراء التحكيم اللي هم بيقولوا انذار، لكن مع النادي الاهلي ما بيروحش ابدا لاراء خبراء التحكيم، بيروح دايما ضد النادي الاهلي، لان كابتن عصام عبد الفتاح دائما وابدا كان ضد النادي الاهلي. بنقول الكلام ده ليه؟ لان كان رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح هو محاوله لاصلاح منظومه التحكيم المصري، وان يجي شخص يدير المنظومه دي ما يعرفش الوان وما يكرهش اللون الاحمر. هو رحل امتى؟ ده لسه، ده بنقول يا هادي مش قصه بالتوقيت، بعد ما قدم مهمته. بس خلاص ماشي. بس خلاص يعني في امل في اللي جاي، في امل في اللي جاي. ولكن يعني بمناسبه المفارقه دي، الشخص اللي طول الوقت بيتكلم فكره ان انا مش عايز اسمع وانا عندي المعرفه وانا عندي، فعلا لما بيروح لانديه اخرى بتلاقيه دايما يقول ايه، جمله واضحه جدا، في اختلافهم رحمه. يعني انت متخيل في اختلاف الحكام رحمه، رحمه لمين؟ قاعده فقهيه. رحمه لمين؟ لانديه معينه بالزبط. بس في النادي الاهلي مفيش رحمه. يعني ايه في النادي الاهلي مفيش رحمه؟ لما تسمع كابتن عصام عبد الفتاح في الفيديو اللي جاي هتعرف ان هو عنده موقف واضح وصريح. اي حد بيقول لعبه فيها مصلحه النادي الاهلي هو ما بيفهمش او ما بيعرفش او مفيش مجال ان هو يكون صح. حد واحد هيبقى هو الصح. مين الحد ده اللي قال الكلام اللي على هوا كابتن عصام عبد الفتاح زي ما هتسمعه في الفيديو؟ هل شايف نسبة نجاح منظومة التحكيم في الفترة الماضية توصل لنسبة كام في المية؟ خلينا مثلا نتكلم على حاجة مهمة يا كريم وهجاوبك، بس داخلة في سياق السؤال. يلا. لعبة الأهلي الهدف في ماتش فرق. تمام؟ حوالي أو معظم المحللين قالوا إنه هدف سليم إلا واحد بس. اللي هو الكابتن نافع عبد الرؤوف، لكن كل المحللين وحللوا الحاله للاسف حتى التحليل غير مبني على الواقعيه وبروتوكول الفار. ده اللي جنني، الوحيد اللي حلل ببروتوكول الفار هو الكابتن نافع عبد الرؤوف. تسالني تقول لي اشمعنى؟ اقول لك لانه الوحيد اللي واخد رخصه محاضر فار، الوحيد اللي دخل غرفه الفار، الوحيد اللي اشتغل في الفار من كل المحللين دول، ولا واحد معاه رخصه فار. تعبنا كابتن عصام عبد الفتاح، هو اتعب نفسه. اتعبنا بصراحه، يعني استشهد بكابتن ياسر عبد الرؤوف، ثم يجي كابتن ياسر عبد الرؤوف يقول لك انا عمري في حياتي ما سمعت حاجه اسمها روح البروتوكول. طبعا لو سالناه في الاحتواء زي ما كلاتنبرج كده اتسال في كره بيرسي تاو وقال انا نفسي افهم ازاي حد قال لكم ان الخطوط اتحطت صح. ولكن معانا بقى كابتن عصام عبد الفتاح وكشف كده. لما تيجي تسأل كابتن عصام عبد الفتاح ايه اللي انت قدمته للتحكيم، يعني احنا بنعرض لكم الدقيقتين دول عشان انتوا تسمعوا كابتن عصام عبد الفتاح شايف ان هو قدم ايه للتحكيم. نطلع نشوف الفيديو ونرجع معاكم. منظومة التحكيم الفترة الماضية يا كابتن عصام بصراحة شديدة شايفها كانت ناجحة بنسبة كام في المية؟ بص بس انا عاوز ابعت بعض الرسائل الهامة واقول لك ناجحة ولا مش ناجحة. اتفضل. واحد ان عاوز اقول البعض قال لك ان لجنه الحكام تفتقد الى النزاهه والشفافيه. كابتن عصام هكرر سؤالي بعد اذنك، هل شايف نسبه نجاح منظومه التحكيم في الفتره الماضيه توصل لنسبه كام في الميه؟ خلينا مثلا نتكلم على حاجه مهمه يا كريم وهجاوبك، بس داخله في سياق السؤال. يلا. لعبه الاهلي الهدف في ماتش فرق. سؤال هرجع السؤال لثالث مره، نسبه نجاح ماشي. منظومه التحكيم المصري حتى هذه اللحظه لحد ما حضرتك مشيت كنت شايفها نسبه قد ايه؟ عايز ممكن انا اسالك سؤال قبل ما اجاوب؟ تمام، بس هساله المره الرابعه. اعتبرني انا المذيع بقى. اتفضل يا كابتن عصام. مره عن نفسي ابقى مذيع مره. اتفضل. نسبه نجاح الكره المصريه قد ايه؟ نسبة نجاح الكرة المصرية قد ايه؟ نمسكها منظومة منظومة بقى، هنقعد كتير. لا لا توتال، مش عشان احنا ناخد الحلقة كلها بتاعتك ونضيع وقتك. لا ما انا كنت لسه اقول لك. تاخد كم من 10؟ تديها كم من 10؟ انا بسألك انت. تديها وانا اتكلم على التحكيم، اديك كم من التحكيم؟ لا احنا لسه لا عندنا نواقص في حاجات كتيرة جدا. ونفس القصة في التحكيم. الفترات اللي فاتت كلها في لجان التحكيم المختلفة، مش بتكلم على فترتك بس. شفت اي تطوير او نجاح واضح للحكام او منظومه التحكيم في مصر؟ سؤال رائع. اتفضل يا فندم. احنا كم مليون؟ فوق ال 100 مليون.
خلينا 100 مليون 80 مليون بيتكلموا في التحكيم و 80 مليون بيتكلموا في الكوره بشكل عام. انا بتكلم على التحكيم. تمام. التحكيم بالذات لانه في حاجات جدليه وفي 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 ودايما بيدخلوا في كل صراعاتهم، صراعات الانديه ورؤساء الانديه، ابسط حاجه الحلقه الضعيفه اللي احنا بندمرها وهندمرها. تمام. بيدخلوا التحكيم في كل شيء. يعني احنا عاوزين يعني شويه قبل ما ندمر التحكيم عاوزين نبعده عن صراعاتنا. اتحداك في دقيقتين سمعتهم معانا تكون وصلت لحاجه واحده كابتن عصام شايف ان هو عملها في التحكيم اربع مرات، لدرجه ان كريم في المره الثالثه قال له على فكره انا هسالك في المره الرابعه، هسالك السؤال للمره الرابعه، هي مصر كام مليون؟ هي الساعه كام؟ هو مين؟ النهارده ايه؟ كل الاجابات عباره عن لما تتسال في سؤال بره المنهج وتبقى انت فعلا مش لاقي اجابات واضحه انا عملت عشان التحكيم كذا، ولكن الاجابه الصريحه والواضحه اللي انت يا كابتن عصام قدمت ايه للتحكيم، انت مفيش حكم واحد ساحه نقدر نقول في مصر ان مستواه اتطور معاك، مفيش حكم كان موجود في 10 مباريات لتصفيات كاس العالم في المرحله الاخيره من مصر، مفيش حكم مصري موجود في اي بطوله كبيره سواء كاس العالم للانديه او حكم ساحه في كاس العالم القادمه او حكم مصري الناس بتحط وسط حكام النخبه. لما تيجي حضرتك تتكلم وانت عارف كويس قوي يا كابتن عصام ان انت تحكيميا لما تيجي تتكلم كرئيس لجنه، اي رئيس لجنه في العالم هيقول انا عندي كام حكم في كاس العالم، عندي كام حكم راح بطولات كبيره، عندي كام حكم دلوقتي بقى من حكام النخبه، مفيش. لان مرحلتك انت بدل ما تركز في تطوير مستوى التحكيم والحكام ركزت في روح البروتوكول والاحتواء والتبرير وان انت تدخل صراع مع النادي الاهلي فقط. فهي دي الاجابه. أربع مرات مصر كام مليون؟ هي منظومة الكرة ناجحة ولا لأ؟ هو أنت شايف إيه؟ طب أنا خدت حلقتك، أنت خدت حلقتي، سيب ونسيب. هي دي القصة اللي أنتوا سمعتوها، وأنا بشوف إن ده الملخص بتاع تجربة عصام عبد الفتاح كرئيساً للجنة الحكام. هو ملخصات كتير الحقيقة، بس أنا يعني مع اعتذاري لزميلي كريم الأسئلة والأربع أسئلة وتعادوا والأربع إجابات المختلفة اللي ملهاش علاقة بالأسئلة بتفكرني بمشهد في فيلم اعمل الصح هزلقوم وغسان مطر، اللي هو طب هعمل إيه؟ اعمل الصح يا كريم. التحكيم نسبته قد إيه؟ اعمل الصح يا كريم. وكان فاضل تك لو كريم كان ضغط على الكابتن عصام فتاح أقول له والله أنتوا ظالميني يا جماعة، أنا مش شرير، ده أنا زي كمال أبو ريا ومحمود الجندي. مشهد كوميدي بائس من التحكيم المصري أو من مشاهد التحكيم المصري هذا الموسم، بطله الكابتن عصام عبد الفتاح اللي كان بطل مصطلحات كتير جدا 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 منها مصطلح الاحتواء. تعالوا نشوف رده على مصطلح الاحتواء في الفيديو اللي جاي ده. كان في جزئيه لازم كانت بتتقال دايما عليك ان انت رئيس لجنه الاحتواء، دي كان معناها ايه؟ الاحتواء. الاحتواء اللي هي بتاع محمد عادل ماتش الاهلي والزمالك. ايوه. تصدق بمين؟ لا اله الا الله. احسن مباراه تحكيميه اتحكمت في تاريخ الاهلي والزمالك كان محمد عادل 5-3 اعتقد او حاجه زي كده. احسن من ابراهيم نور الدين؟ لا، ابراهيم عمل مباراه كويسه، بس دي من يعني معظم الحكام المصريين للامانه عملوا ماتشات كويسه للامانه. معظم الحكام المصريين اللي حكموا الاهلي والزمالك في الفتره اللي فاتت عملوا مباريات كويسه للقهوه والبنا وامين عمر والحنفي ومحمد فاروق. أنا مش عاوز أنسى حد يعني، كلهم عملوا مباريات كويسة للأمانة، للأمانة يعني. طيب، يعني عايز بس تعليق على كلمة الاحتواء اللي أنت دايماً كانت بتتقال وأنت موجود، دي ردك عليها إيه؟ ده الاحتواء اللي ده كان محمد عادل بعد المباراة قالها. أنا عارف. لما رديت أنا لما رديت عليها، إحنا عندنا محاضرة في القانون اسمها ماتش مانجمنت. إدارة المباراة. أيوة. إزاي الحكم يدير المباراة؟ إزاي الحكم يحتوي لاعبين؟ دي موجودة في الناس طلعوا عليها قالوا جاهل، وأنا محاضر في الفيفا. تمام. إزاي؟ يعني هم اتهموني بالجهل. واللي عارف في مصر يا مهيب. بنمسك كل حاجة لبعضينا. الراجل يبقى عامل ماتش كويس نجيب له لقطة الفاطسة، مش عارف إيه. يا راجل ده إحنا بقول لك إيه، أنا عاوز أنام، حرام عليه. نام يا كابتن. نام. حرام عليك. هيجي لك نوم يا كابتن. والله الحمد لله، لأني براعي ربنا، براعي ربنا وبخاف ربنا، وبخاف ربنا. طيب. هنام. نام يا كابتن عصام. نام وارتاح وريح.
نعم يا كابتن عصام، بس افتكر كلامك كويس قوي، عشان لما تتحول لخبير تحكيمي هتقول كلام غير اللي انت بتقوله ده تماما. دفاعك عن التحكيم المصري ظهر فقط لغير، وانت رئيس لجنة الحكام، ظهر فقط لغير في أخطاء التحكيم المصري ضد النادي الأهلي، لكن لو أخطاء ضد أندية أخرى مع ندرتها إن إنذار ما تحولش لطرد بتطلع تدي الأندية حقها وبتيجي على الحكم بتاعك، لكن مع النادي الأهلي دايما وأبدا جاي على النادي الأهلي. مصطلح الاحتواء أنا قلت ده ثقافة تحكيم مصري، المصطلح اللي طلع بيه الكابتن عصام عبد الفتاح هو المصطلح البديل أو الأبجريد من مصطلح الوصول بالمباراة لبر الأمان. إيه الوصول بالمباراة لبر الأمان؟ يعني إيه؟ يعني لو طردت لاعب من النادي الفلاني وفي لاعب تاني يستحق الطرد أوعى تطرده، الماتش هيبوظ. لو النتيجة وصلت في مباراة طرفها النادي الأهلي فايز فيها 5، حاول تدي ضربة جزاء للمنافس، ولو المنافس طلع منه حد اتهمك وسمعت بودانك انت عايز الماتش يخلص لغايه كام او عايز النتيجه تخلص كام وتشكيك واضح في نزاهتك، اعمل نفسك مش سامع، ما تاخدش بالك. هو ده الاحتواء، هو ده الوصول بالمباراه لبر الامان، هي دي ثقافه التحكيم المصري، احد اهم موروثات التحكيم المصري فقط لغير الكابتن عصام فتاح قال لك مصطلح الاحتواء. اعتقد الصوره واضحه، وهنتقابل بعد فترة ممكن الموسم القادم هتلاقوا كلام مختلف تماما للكابتن عصام عبد الفتاح لما يكون في استوديو خبير تحكيمي، وهيكون هو الخبير التحكيمي الوحيد اللي بيفهم. نشوفكم بعد الفاصل.